لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الملك العلام الذي جعل فريضة الصيام من أركان الإسلام الجائي عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على نبي الرحمة وهادي الأمة محمد بن عبد الله القائل: الصوم جنة يجتن بها عبدي من النار. وصلى الله على آله الطاهرين ورضي الله عن شيعتهم الأكرمين من الأولين والآخرين. أما بعد، فهذا الشهر الرحمة والمغفرة والعذب من النار قد حل على العباد، وقريبا ما يرحل عنهم. فيا سعد من يعرف قدره ويعطيه حقه وينافس فيه بالأعمال الصالحة، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. فسيحصد المسلم ما زرع من الخير في هذا الشهر. أما من ألهاه الكسل واستسلم للغفلة فسيحصد الندامة حين لا تنفع. فالله أحط نفسي وإياكم ما بنا في أوائل هذا الشهر فيوشك أن ينقضي سريعا فيصبح كالليل في أحضان المنام. هذا ولا بد أن نتواصى جميعا بتقوى الله تعالى، ونتواصى بالمحافظة على الأعمال الصالحة لا سيما في هذا الشهر المبارك، فإن الدال على الخير كفاعله. وما أهدى المسلم لأخيه المسلم أفضل من كلمة حكمة يسمعها فقوى عليها ثم علمه إياها يزيده الله بها هدى أو يرده عبدا. وإنها لتعدل إحياء نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، كما جاء في الحديث الروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاء عنه أيضا: رحم الله من سمع مقالتي فرعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. ورب سامع فكهم خير فكيه. وفي خبر آخر: فرب حامل فكهم إلى من هو أفكه منه. فكلنا بحاجة إلى أن نتواصى بتقوى الله، وأن ندل بعضنا بعضا على ما فيه الخير في هذا الشهر العظيم. فكلنا بحاجة إلى مغفرة من الله ننالها ببركة هذا الشهر العظيم. وكان سيد العابدين عليه السلام يدعو الله بأن يجعله من الهداة الدالين عليه، أي على معرفته بطاعته، لأن الدلالة على فعل الخير من المعاونة على البر والتقوى. فلنجعل أوقاتنا أيها الأخوة في هذا الشهر منظمة. ينبغي أن نجعل الأوقات في هذا الشهر
منظمة ومرتبة حتى تتسع للأعمال الصالحة ما دمنا في أول هذا الشهر. فكما يقال نظم وقتك يتسع، إذا نظم الوقت فسوف يتسع لأعمال كثيرة، لأن العشوائية تضيع الوقت بلا فائدة. إذا كان الإنسان لا ينظم وقته خاصة في هذا الشهر، وإنما يكون أوقاته بالصدفة، لا، فينبغي للإنسان أن ينظم وقته تارة للصلاة والمحافظة على الجماعات، وتارة للمحافظة على المواعظ وعلى طلب العلم وعلى ينبغي أن تكون أوقات الإنسان منظمة. فخسارة، أي خسارة أن نضيع أوقاتنا في مثل هذه الأيام والليالي، فإن الوقت ثمين، وكل وقت مر وانقضى من بين يديك لا تستطيع رجعه. الأوقات التي مرت لا نستطيع أن نسترجعها، ولا لا نستطيع أن نسترجع منها ولو لحظة واحدة. ما مضى فات كما قال الشاعر، ما مضى فات، والمؤمل غيب، المؤمل مسك العادة غيب، ما هو في أيدينا. ولك الساعة التي أنت فيها، لا نملك من أوقاتنا إلا الساعة التي نحن فيها، أما ما قد مضى فقد فاتنا إما بخيره أو بشره، وأما المستقبل فهو غيب لا ندري سوف نصله أم لا. وكل وقت مر وانقضى من بين يديك لا تستطيع إرجاعه. فهذه المسألة مهمة، أن ينظم الإنسان وقته بين حتى النوم يجعله نظاما لا تفوت عليه الجماعات والأوقات، والقيام بالصلوات والمحافظة على الجماعات وقراءة القرآن والسماع المواعظ كما تقدم، وتعليم الواجبات وتعظيمها. وفي هذه العجالة ننبه على عدة أشياء تذكر لأنفسنا، نحن كلنا مقصرين، لكن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا كما قلنا الدال على الخير كفاعله. ما دمنا في أول هذا الشهر، أولا من باب المعاولة، من باب المعاونة على البر والتقوى، من هذه الأشياء التي ينبغي أن ننبه أنفسنا وننبه غيرنا استحضار النية، نية الصيام. يصوم الإنسان ولا يستحضر نية الصيام، هذه النية مهمة، كان ذاك لا عمل إلا بنية، لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية. ينبغي أن ينوي الإنسان نية الصيام لكل يوم من أيام رمضان. وقت النية كل الليل وكل النهار وقت النية، فعلى الإنسان أن ينوي أن صيامه امتثالا لأمر الله وتأدية للواجب الذي أوجبه الله عليه، ويكرر هذه النية كل يوم ولو من الليل، لأنه كما في الحديث الشريف لا قول ولا عمل إلا بالنية. يتغفل الإنسان عن هذه الأشياء، ولكن قال الله سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، لأنني كلما زاد الإنسان في نيته امتثالا لله وتأدية للوجوبه وتعظيما لله ولرسوله كان العمل قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن ننبه أنفسنا، نذكر أنفسنا ونذكر أخواننا التحري عند الإفطار، فلا يفطر الإنسان قبل الغروب إلا ويتأكد من دخول وقت المغرب. وكما يقال من تأنى أصاب، قد الإنسان استعجل ولو بأشياء بسيطة يفطر ذلك بالوقت وأضع عمله وأفسده. ينبغي الإنسان أن يكون
كنت أنيا كنت الإفطار. ولا يفطر إلا ويتأكد، لا يفطر عاد لديه شك يدخل الليل، وأن لا يكون الإنسان عند فطره مزاحما ومؤذيا لغيره. أحيانا في الإفطار الجماعية كي يكون الإنسان كأنه يعني لا يراعي الكبير ولا يرحم الصغير، وكأنه وقت الإفطار يعني أناني لا يرى إلا نفسه ولا يعني يفكر إلا في نفسه، يزاحم الكبير ولا يرحم الصغير ولا هذا أمري. حتى أن الأذية عندما يؤذي غيره كاد ينتكب عليها الوضوء، لأن الأذية المسلم عدها من وجه الوضوء. فيكون الإنسان في إفطاره في هدوء وفي سكينة، وعليه أثر الصوم، أثر الإيمان، أثر ومنها تجنب رفع الأصوات بعد الأكل وكثرة الرهج والضربة، لا سيما في المساجد الكبيرة كهذا. أحيانا بعد وقت الإفطار يحصل هذا الصجة والهرج، وكأن الإنسان في مكواه، كأنه في سوء. ينبغي للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على أن أشبعه وأن أرواه وأن أسبل عليه ذلك النعم، وأن أعرف أنه ضيف في بيت من بيوت الله، ضيف لله في بيت من بيوت الله. لا يفطر الرهائب ولا يفطر الضربة، ويحاول أن يكون ذاكرة لله، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرى كما في الحديث. فالإنسان ينتبه من هذه الأشياء حتى لا يحبط صيامه أو يحبط عمله، لأن الكلام في المساجد محرم إذا ما كان فيه طاعة. لا يجوز في المساجد إلا الطاعة. إذا كان تحدث الإنسان بكلام دنيوي لا يجوز له في المسجد، قد يحبط عمله إذا تكلم بكلام ليس فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. حتى أن في حواشي شرح الأزهار حديث يمكن قد رأيته أكثر الطلبة، أن الكلام في المساجد يبطل عمل الإنسان 40 سنة. يعني الإنسان ينتبه من هذه الأشياء المحبطات للأعمال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن الأشياء التي ينبغي أن نتنبه إليها جميعا الحذر من الغضب، خاصة في أوقات الصيام. فالغضب من الآفات التي تدخل الإنسان في ظلم الآخرين. الغضب يوقع الإنسان في معاصي كثيرة، يوقعه في الشتم والسب والأذى للآخرين. وهذه الظاهرة سيئة وللأسف موجودة عند بعض الصائمين، لا يتماسك إذا كان صائما، وهذا يدل على ضعف في إيمانه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة قال: من تعبدون الشديد منكم؟ يعني من هو القوي منكم؟ قال: القوي في السرعة الذي يسرع غيره. قال: لا، ولكن القوي عند الغضب، الذي يمسك نفسه عند الغضب هو القوي. فالصائم هذه ظاهرة سيئة عند كثير من الصائمين، لا يتمالك نفسه عند الغضب ويقدر لا شيء. ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا، لأن الغضب سيدخله في معاصي كثيرة، يدخله في ظلم الآخرين وفي سبهم وفي شتمهم وفي أذاهم إلى آخره. ومن لم يترك ذلك فلا حاجة لله تعالى في صيامه، كما في بعض الأحاديث قد يبطل الإنسان صيامه. الصوم ليس من الأكل والشرب فقط، الصوم أيضا من الكلام الفاحش، قد يبطل الإنسان صيامه. لكن الفرق بين إبطال الصيام بالأكل والشرب أنه يجب القضاء ولا ما يجب القضاء، ولا ما الأجر يوجد بطل عليه. ولأن يجرح الآخرين، عندما تجرح غيرك بالكلام، بعض قد تجرح غيرك
لها التهاب جراحات جراحات السنان لها التهاب ولا يلتهب ما جراح الإنسان أحيانا تجرح صاحبك كلمات بقى سنين ما يتعافى منها الكلام ماذا يحفظ الإنسان لسانه اللهم صل على محمد وعلى آله ومنها مما ينبغي في هذا الشهر الاكثار من تلاوه القران الكريم الذي ظل المسلم مقصرا في تلاوته طوال ايام السنه لو سالنا بعضنا البعض كم تلا في هذه السنه من رمضان الى طول قد لا يقول قد بعضنا لم يكن قد اتم مصحفا كاملا ختمه كامله منذ أن ذهب انقضى رمضان الأول إلى أن دخل رمضان الثاني فمع الأجل يهتم بهذا الإنسان يهتم بتلاوة كتاب الله في هذا الشهر ويتدارسه مع من هو حافظ بعض الناس قد يأخذ المصحف ويقرأ وبينه وبين نفسه ويظن أنه لا يقرأ ولا يرحم فيه ولا لكن إذا قرأه عند إنسان حافظ أن عليه نواقص فيه فعلى الإنسان أن يتدارسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدارس جبريل في كل سنة بدو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه القرآن ما كان يقول بدو يعني رسول الله يحتاج دارس جبريل في السنة التي مات فيها قال عرض عرضتين يعني دارسه مرتين فعلى الإنسان أن لا يستكبر أنك عالم ومن كان حافظ فلا يدخل أن يفيد غيره ومما ينبغي في هذا الشهر الإقبال على طلب العلم سواء من خلال الاستماع إلى المواعظ أو من خلال فتح الدروس الخاصة يجبر يفتح لها الإنسان درس التجويد ولا في التوحيد ولا في خاصة إذا كان معتقد أو مهاجر في المسجد أو مجاورا للمسجد استطاعته حتى في رمضان على طالب العلم في رمضان أفضل من غيره لا يقول لك دي أولى لا أولى من أشغال الدنيا فقط كان أحد العلماء كما جاء يوم الجمعة قال المفروض أننا لا نعطل من الدروس أو تقول أولى لأعمال الدنيا أما الطاعة فالمفروض أن يكثر الإنسان منها خاصة في مثل هذا الشهر مع الإنسان أن يفتح له درس في توحيد الله سبحانه وتعالى التوحيد مهم جدا ومسائله بسيطة مسائله كما قال الإمام المهدي محمد بن القاسم عليه السلام رحمه الله حسنا قال مسائل التوحيد الواجب كل واحد مسائل التوحيد الواجب على كل مكلف معرفتها واعتقادها وهي عشر هذا واجب على كل مكلف يعتقدها مسائل التوحيد قال لي عشر المسألة الأولى أن تعلم أن لهذا العالم صانعا صنعه وخالقا دبره وأحكمه وهو الله تعالى الثانية أن الله تعالى قادر يعتقد الإنسان بدرجة الله سبحانه وتعالى يستحضر الإنسان أن الله تعالى قادر ثلاثة أن الله تعالى عالم أربعة أن الله تعالى حي خمسة أن الله تعالى سميع بصير أي عالم بالمسموعات وعالم بالمنصرات ستة أن الله تعالى قديم لا أول لوجوده سبعة أن الله تعالى لا يشبه الأشياء ثمانية أن الله تعالى غني لا يجوز عليه حاجة تسعة أن الله تعالى لا يرب الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة عشرة أن الله تعالى واحد لا إله غيره أي لا مشارك له في الإلهية هذا مسألة التوحيد كما ومسائل العدل الواجب على كل مكلف معرفتها واعتقادها عشر مسائل وهي باختصار واحد أن الله تعالى عدل حكيم لا يخلو القضية تبقوا المرأة يعتقد الإنسان يعتقد كذا يستحضرها الإنسان اثنين أن أفعال العباد حسنة وقبيحة منهم لا من الله تعالى ثلاثة أن الله تعالى لا يقدر المعاصي أربعة
ستة، أن الله تعالى لا يريد شيئا من معاصي العباد ولا يرضاه ولا يحبه. سبعة، أن جميع الآلام التي لا تقع من بعد المخلوقين فهي من الله تعالى لحكمة وصفة. ثمانية، أن هذا القرآن الذي بيننا كلام الله تعالى. تسعة، أن القرآن محدث أي مخلوق خلقه الله تعالى. عشرة، أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي صالح. هذا مسائل الأرض. عشر، قال يعني واجب على المسلم أن يعتقد هذه المسائل ومسائل الله تعالى. عشر، الواجب معرفتها واعتقادها، وهي باختصار: واحد، أن من وعده الله تعالى بالثواب من المؤمنين فإنه متى مات على إيمانه صائر إلى الجنة لا محالة، وخالد فيها دائما بثواب لا ينقطع إيمانه. أما من توعد، اثنين، أن من توعده الله تعالى بالعقاب من الكفار فإنه متى مات مصرا على كفره صائر إلى النار لا محالة، ومخلد فيها دائما بعقاب لا ينقطع إيمانه. ثلاثة، أن من توعده الله تعالى من الكسار بالنار ومات مصرا على فسقه غير تائب فإنه صائر إلى النار ومخلد فيها دائما. أربعة، أن أهل الكبائر من هذه الأمة كشارب الخمر والزاني ونحوهما يسمون فسارا ولا يسمون كفارا خلافا للخوارج ولا يسمون مؤمنين خلافا للمرجع. خمسة، أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون لمن استحق النار بل هي للمؤمنين ليزيدهم الله بها تشريفا ونعيما إلى نعيم. ستة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على قدر الطائر والإمكان إذا تكامل شروطهما. سبعة، أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة. ثمانية، أن الإمام بعد علي عليه السلام ابنه الحسن. تسعة، أن الإمام بعد الحسن أخوه الحسين عليهم السلام. عشرة، أن الإمامة بعد الحسنين عليهم السلام في سائر العترة فقط، كل من دعا من قام ودعا من أولاد الحسنين وهو جامع الأنصار الإمام. هذا الذي أعبر عنها بثلاث مسائل. أنت أقول مسائل عبر التوحيد ثلاث مسائل. إذا خسر الإنسان إذن سير مع الإنسان لا يطالعها ويعطيها. يجري يوم القيامة إذا سئل عنها يشوفه دارجة. فيها مسائل. مسائل حتى بألفوا وجعلوا لها كتب يسموها 30 مسائل. إذا يا 30 مسائل. واجب علينا. يعني نعتقدها. وعلى الإنسان أن يعلم أولاده. يعلم أولاده. لأنها مسؤولية عليه التعليم وتأديبهم أن تجعل قائدهم ليش بيعتنيهم في أمور الدنيا وما في أمور الآخرة ما بيعتنيهم كاعتنائه بهم في أمور الدنيا في الأمور الدنيوية. لأن إن الإنسان إذا ما تأدب يجيه واجهة تدل على الأرض. لأن كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، انظروا كيف قال أمير المؤمنين، قال عندما يوصي أبنائه: يا بني وجدتك بعضي. شوف ابنك قال بعضك أمير المؤمنين، هذا كلام علي بن أبي طالب. وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، يعني أولادك ابنك هو واجهتك، هو بعضك بل هو كلك. هو وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموتى لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسك. لا إله إلا الله، كلام عظيم. في المسألة التي نستاهل فيها أكثرنا نستاهل، قد يكون الإنسان من أهل الصلاح من أهل الصلاح ومن أهل العلم، لكن ما ينتبه لها المسألة إطلاقا عن أولاده، ما يراقبهم، ما ينتبه لهم، ما الأدب عندهم قليل. يعني يهملهم ولا يدري، يتعجب كلام علي بن أبي طالب أن ابنك هو بعضك وهو كلك،
من صلح دل هو هذا الإنسان. إذا الإنسان جاهل معاني مع أولاده. قال الشاعر إنما فإنما أولادنا بيننا أكبرنا تمشي على الأرض. الآن كبدك تجي تمشي على الأرض. شبهها. فالأولاد انصلحوا دل على صلاح آبائهم. كما الولد صالح يدل على صلاح أبوه. وإن الفاسد دل على أن ناخذ إهمال وتقصير من الوالد تجاه أولاده. نركز على هذه المسألة وكلنا مسؤولين عن أولادنا، كل واحد يعمل مستطاعه حتى ينشا مجتمع صالح، يكون مجتمع فيه تحلل بالأخلاق بالآداب. إذا صلح المجتمع، إذا صلح الأولاد صلح المجتمع. يقول الإمام منصور بن الله عليه السلام فعل الأب الإجتهاد. هذا كان الإمام بن عبد الله محمد عليه السلام. فعلى الأب الاجتهاد بالنظر له أن يعلمه أرجى ما يصل به إلى الخير في نهاية معرفته وبلوغ أقصى نظره، يعني إذا يقصر منه يبلغ أقصى نظره إلى قوله عليه السلام. وكل ذلك فرع على تربيته على طاعة الله تعالى وتخويفه لسطوته، لو يخوف سلطة الله وإلينه وتلقينه ما لا يسعه جهله من توحيده وعدله. بعض الناس يقول لا يصلح من الله، إذا قال أحد أولادك لا أحد ينتبه لك قال أحد لا يصلح من الله، الله يصلح. طلعوا يدي معهم يبلغ أن جهل معهم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فكما قلنا طلب العلم في هذا الشهر له مزيه على غيره من الاوكاد. فليكن الانسان كما في الحديث قال كن عالما او متعلما او مستمعا، ولا تكن الرابعه اي لا تكن الصفه الرابعه فيه فتهلك فتهلك. فالإنسان لا هو عالم ولا متعلم ولا يستمع، هذا حال لا محال. ما هو دليل على التقاصير التي عليه؟ إذا ما تعلم الإنسان ما هو دليل شو قصد فيه؟ العلم مثل المخبر، لو واحد صار يجي له مخبر في المستوصف في المستشفى طلع المخبر على الأمراض دي وكذلك التعليم في طلع الأمراض يعني. إذا أخذ الإنسان نفسه كذا جهل نفسه قال الله غفور رحيم دخل علينا بكل شيء ولا كذا ولا، يعني ما هو سبب المغالطة في قال الله سبحانه وتعالى. قالوا لي تعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أو أمر الله رسوله فاعلم، يعني تعلم فاعلم أمر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويا كم حق الله ورسوله على العلم حتى يجد الإنسان بالنواقص التي عنده ويصلحها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والإنسان لا غنى له عن التعلم من المهد إلى الله، كما أن الاستماع إلى المواعظ والمحاضرات الرمضانية هو من طلب العلم. فكم من جاهل تعلم وكم من عاصم تاب وكم من ضال اهتدى من خلال استماع إلى المواعظ. أكثر الناس يستفيد من المواعظ ويتوب ويدرك نواقصه لأنه من طلب العلم. وما لم تأثر به معهم الله فما فبما لا يتأثر. قال الله سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. عند الإنسان قاسي من ذكر الله لا بتأثر في أنواع ولا الآيات ولا يدري الإنسان أن عنده نقص وخلل. ومنها مما ينبغي في هذا الشهر أن يواظبه على الطاعة، يواظب الإنسان على الطاعة المشروعة. فطاعة مشروعة يجو لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء أولا استغفار الأصحاب
الحاضرين والأصحاب من الدعاء والذكر، الدعاء فيما كان مأثور له مزية على غيره، ويقدم الإنسان قبل ما يدعو الثناء على الله يثني عليه ويصلي على النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله حتى يكون دعائه مقبول، لأن قال من الدعاء محجوب يعني ما بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير الطيب من الأدعية التي ترجو الإنسان بربه وخالقه الذي بيده الخير كله، لأن الله بيده الخير كله، وأعطانا تعليما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الله منذ أن يستيقظ الإنسان، من عندما يستيقظ الإنسان ما يدعى، عندما يمشي إلى المسجد ما يدعى، عندما بين أذان الإقامة ما دعا، بين الفجر أذان الفجر والإقامة، بعد الفجر ما دعا، كل إلى أن والاستخارة ما دعا، إذا أراد الإنسان أمر من الأمور، وعند ذكر الذنوب من الدعاء، وإذا نزل منزله، وعند رؤية الهلال، وعند الإفطار، وعند إرادة السفر، وعند القيام من المجلس، وغير ذلك، إلى أن ينام، إذا كان الإنسان الأدعية عليه راجع كتيب لو لا كتيب أخذ مثل ما راجع المتقين ثالث شيخنا العلامة مجتهد سيدي محمد عبد الله حفظه الله وجزاه خيرا كتيب صغير اسمه من أراجع المتقين فيه ما يحتاجها الإنسان عنده أن يستيقظ الإنسان إلى أن ينام لأن الدعاء المأثور له قيمة عند الله وله وزن جاء الإنسان مرتبط بالله سبحانه وتعالى من عند ما يكون الصباح إلى وقت المنام. وكذلك نقدم في هذا الشهر الكريم الصلوات المأثورات. يتعلم الإنسان بالصلوات المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل كبير. ويأتي بما استطاع منها في هذا الشهر الكريم. من ذلك صلاة البركة، صلاة البركة ركعتين، الواحد يحافظ عليها. ابشروها بقيام الأجر، كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كما شراب الأجر على ذلك الطاعة. ينشط الإنسان، ينشط. كما قلت مثل الربح مسامير الركب، فمثل التاجر في ذاك السلعة ما بهم أن تعب. ها والمؤمن إذا درى في ذاك العمل فضل كبير ما عندهم ما يتعب. قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الفرقان يقرأ من قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا حتى يختم السورة والركعة الثانية من أول سورة المؤمنين حتى تختم تبارك الله وأحسن الخالقين. فقد روي أنه يعطي الله 20 فصلة في هذه الصلاة. يؤمن من شر الجن والإنس. ويعطي الله كتابه بيمينه يوم القيامة. ويؤمن من عذاب القبر. ومن الفزع الأكبر. ويعلمه الكتاب والحكمة من عليه حريصا. وينزع منه الفقر. ويذهب عنه أهم الدنيا. ويؤتي الله من حكمته. ويبصره كتابه الذي أنزل على نبيه ويلقنه حجته يوم القيامة ويجعل النور في قلبه ولا يحزن إذا حزن الناس ولا يخاف إذا خافوا ويجعل النور في بصره وينزع حب الدنيا عن قلبه ويكتب عند الله الصديق أجل فصلة فيها. ومن ذلك صلاة الليل وصلاة الليل فما ركعت يقتن الإنسان في هذا الشهر شيء سهيل على بعض في مصر تعود الإنسان عليها في الشهر ربما يفكر الله سبحانه وتعالى جاء يحافظ عليها في سائر الشهور قال صلاة الليل فما ركعت ثم يصلي بعدها ألوف. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى 8 ركعات في جوف الليل يواظب عليهن حتى يلقى الله فيهن فتح الله له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شيء فضل كبير يعني. ومن ذلك صلاة التسبيح وهي 4 ركعات يسبح تلك الركعة 75 تكبيرة يعني معه صلاة التسبيح
يقف الإنسان عليها. كان عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الإنسان كل يوم مرة. عندما قال عند الإنسان قال لعمه العباس رضي الله عنه أو جعفر قال يصلي على الإنسان كل يوم مرة. قال ومن يستطيع ذلك؟ قال كل أسبوع كل جمعة مرة يعني كل أسبوع. قال من يستطيع ذلك؟ قال كل شهر مرة. قال نعم أنه قال فلو كانت ذنوبك مثل عدد نجوم السماء لو كانت ذنوبك مثل عدد مثل عدد نجوم السماء وعدد كرامة وعدد أيام الدنيا وعدد رمى عالج يعني موضع عالج كان لا أظهر الله ما شاء الله على أنباء أنباء إلهام الإنسان تكسيراته وكان يصلي لي الصلاة قال غفر الله له عندما يدرك لي توبة خالصة لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك المعظمة فلا تأتي الصلاة في جماعة. الصلاة يهتم بها الإنسان في جماعة لها فضل كبير. قال فلو يعلم المسلم ما في ذلك إلا أجر والفضل لما يتكاسل عن ذلك. فبالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 24 جزءا. الآن صلي 24 مرة. كاس الواحد رقص 10 دقائق ويعني ضيع عليه هذا الفضل العظيم بسبب نوم نص ساعة أو ثلاث ساعات ولا وشغل من أشغال الدنيا. يجيها 24 جزء أو قال درجة وهي الخامسة عادة مطلقة الخامسة والعشرين. هذا من قال الشيء إذا شرط تضاعف فيها الحسنات الله يضاعف منها. عندما يقول عندما يجي 24 في سائر السنة أما في رمضان كم بيجي؟ قال إذا وردنا هذا العدد وهو أفضل جماعة في أي 70 فريضة في رمضان يكون الناتج 1750 جاء 1750 صلاة في رمضان. فإذا ضربنا هذا العدد في خمسة يعني بعد الصلوات الخمس فيساوي 8750 جلس 800 إذا 8750 يضاعف الله لك في رمضان يعني أرباح مرتفعة في رمضان بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا ضربنا هذا العدد 30 يوم عدد أيام رمضان سوى 262 ألف شوف هذا رقم عليه عظيم 262 ألف يعني كذي بالآلة في رمضان ده يجي لك 262 ألف وخمسة خمس الصلاة كم من قبل سنين يجي لك في رمضان ذا العدد إذا وقفت على صلاة الجمعة كلها من أول رمضان إلى آخره وجاء لك ذا العدد يعني مئات الآلاف. كم أنت ما تصلي هذه لو عمر واحد طويل كان لو قسمنا هذا العدد على أيام السنة من دون شهر رمضان أي على 300 أو 300 يوم كان الناتج 795 يعني ما من جارك لا الضرب لا إلا في 795 سنة أنت بعيش لهم أحد عايش بالعدد لكن في رمضان مثل عشت العدد كله إذا حافظت على الصلوات وعاد كل ما زاد الجماعة كل ما كثرت الجماعة كثر الفضل. إذا كانوا 10 كيف إذا كانوا 20 كيف إذا كانوا 30 كيف إذا كانوا 100 كيف إذا كانوا 1000 ما هي حال يعني عاد التجربة تضاعف والله الله يعطيني 100 لأن المؤمن كالمؤمن يشد بعضه بعض المؤمن المؤمن كالبناء أو البنيان يشد بعضه بعض كل ما كثرت الجماعة يعني أفدت نفسك وأفادك الآخر وأفدت الآخر يعني كل المؤمن للمؤمن يفدت كل واحد منهما صاحبه ويتعاون لهم الأجر ويتضاعف. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن ذلك مما يجب أن نتنبه إليه في هذا الشهر أن نكون ناسبة
للصلح مع الله سبحانه وتعالى، يصطلح الإنسان مع الله. الله سأل في واحد أن يغافل عن الله بوجهه شجاع مع الله جهنم، شجاع ولا يتهزها العواصف، لكن وراه نار ضعيف، والله انه بقى يتحسن. ما مسى استنوا على جمره، جمره يحملها في يده، جاءوا فيه جرعه جرعه حسنه على الصلوات، لا بعضها يصليها صلى يصلي ما خاصه صلاه الفجر ما هي في قدماء نص النهار، يعني جرعه مشجعه مع على طاعه ربي. وهو والأجهزة كلها من الله ذي فيه، دي بتحرك القلب حقي، ودي بتحرك القلب، دي بتحرك الدم، دي بتحرك من الأجهزة من ربي، ماشي يتكبر على ربي، وهو لو يوقف دي الأجهزة كلها يصبح يعرف نفسه، يذوق الخشب، لكن واحد يشوف فيه جرعة كذا على الله سبحانه وتعالى، على خالقه، على خالقه، حياته منه، رزقه منه، ومن في توبة الإنسان، هذا المناسبة التوبة، شهر مناسبة أن الإنسان يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ويتوب. التوبة ما هي عسل، التوبة يندم كذا القلب بس، يندم على ما فعل، ورجع يدب على الواجبات، يسأل الله سبحانه وتعالى ما كلف نفسه إلا وسعها. يتوب الإنسان، ما هو داري واحد بيجي أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أعوذ بالله، فيجبدوه، فيجبدوه في موقف، موقف حرج، بيطلب التأخير والمهلة، الشيء يصلح نفسه، الشيء ما بيجي ما بيدري الإنسان من الموت عسى الله كما شاهد في بعض الأشياء ما في مرض ولا في خوف أسد ولا جاء واحد كان راكب في طائرة سمعت هذا قصة أحد الأخوان في بعض كان راكب وأحدهم في طائرة وعندما قدم في الجو قال سائق الطائرة قال هناك خلل كل واحد شهد هناك قال خلل في الطائرة كل إنسان قال كل راكب شهد ربما قال ما عم نستطيع أن نتلاقى الأخطار فيها هذا قال رجع يقول خلاص حصل ذاك الموت رأوا منك الموت رجع يقول له صاحبه يقول له يوصي إليه يقول عليه كذا وعليه فلان وعليه فلان تيك الجربة قال ظلم على فلان تيك قال وش من توصي لي أنت ما ولا قال كل الأمرين نجاوب قال إذا أن جيت أمانة خالص كذا أنا أوصيك كذا ومن تتبادل الإنسان جزاك الله أنا أدير كان بيحبه يعني خلاص جاء خارج كل ما عنده من نواقص كل ما عنده بين الله ورجع سلم الله معه سيطة الطائرة ولا شو صرت المطار ومع رجع بيقول صاحبه قال هذاك الأخبار كلها مسحها ما منها كلها ما بشي فكما جاء الموت وحصل يتبادل الإنسان النواقص حقته كما رأى نفسه الخير والمتاع عنده ما بحق الله سهل والدنيا لما جابها جابها لكن ما يبدل الخوف إلا كما شاهد الإنسان الموت فالإنسان احنا كلنا بحاجة إلى التوبة التوبة كل واحد يعني ياخذ الأولاد التربية يقصد حاجة فيها الديون حق الشيخ والنواقص وكذا 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 يقصد ما عليه ويحاول انه يخلص ما عليه انها متسامح بجيد ظلمه وكذا يعني ما دام هذا الانسان في فرصه ضيع شهر شهر رمضان يجي هو مناسبه مناسب قال رقب فيه قال سلام عليكم من شهرين قال زين العابدين سلام عليكم من شهرين رقب فيه القلوب يقول القلوب فيها رقيقه يعني مناسبه مهيئه للتوبه لا يأجل الإنسان التوبة كان من سوق التوبة لما فجأة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما دام الإنسان في
هذا الشهر كما في الحديث أن مردة الشياطين كانت مصبدة. مردة الشياطين مصبدة في هذا الشهر ما عاد المقدمة. ما عاد بقي عليه إلا الشياطين الإنس يحاول يتخلص منه. ولم يبقي إلا أنكم شياطين الإنس قبل أن يتبرأوا منه يوم القيامة. فصاحبك في الدنيا إذا لم يكن من صالحين سيكون عدوك سيكون عدوك في الآخرة كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا تصاحب إلا تقيا. ولنتأمل قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا بني إياك ومصادقة الأحمد. على أنه من في حد ذاته مصاحبة عدة أشياء أناس موصوفين بهذه الصفات. يا بني إياك ومصادقة الأحمد فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحلقتك إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتالي. فإن يعرف بأسفل الأشياء لا تكن على الفاجر. إذا بيع دينك ولا يبيع أمور دينك الدنيا بالتالي. وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتالي، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه في الصراط يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. فعلينا أيها الأخوة أن نبادر بالتوبة على ما فعلنا من المعاصي والحزن على أن لا نعود إلى شيء منها، وهي ضرورية، هي ضرورية علينا جميعا. فعلى الإنسان أن يكون في كل وقت الأوان يطلب من الله تعالى ويعينه على الوفاء المطلوب. وعلى الانسان في هذا الشهر ان يهتم باخراج الزكاه اذا كان لديه زكاه، ان كان عنده زكاه، لانها حق الله ولا يقبل الله سبحانه دينه الا كاملا. وفي الحديث: لا صلاه الا بزكاه. يهتم الانسان بالزكوات كثير من الناس فيجي يقبها قبل ما يسجلها الى ثاني قبل من حاجه معجزه حق ما على رجع ولا بس يقطع عليه ديون رصدها باقي اول من الاقبال بين ما عاد يخرجها ويلا لما تضيع يضيعها. والدين متكامل، قال لا صلاه، لا صلاه الا بزكاه. ما يقبل ما هو قبل الله من الانسان الصلاه الا بالزكاه اذا كان مقصر فيها. فكم هناك من فقراء لا يجدون هذا من حاجتهم الا بشق الانفس. وفي الحديث: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع ووجهه. الزكاة في عهد السد خلت الفقراء. ومما ينبغي المحافظة عليه في هذا الشهر صلة الأرحام. الأرحام من النساء والرجال، لا يقول الإنسان عن الأرحام من النساء. هذا يقول عن عمه ولا جده ولا أخوه عنده المريض. كلهم من الأرحام. كل من ولد جد أبويه فهم من الأرحام. فمن هنا اختلف يعني الحقوق، بعضها حقوق قوية وبعضها حقوق أضعف من بعض، يعني حق الوالدين أكثر، حق الأبوة بعد حق كل شيء بقدرة. وعلى قدم الصلاة على الله صلى الله عليه وسلم بالزيارة، قل له أرحمكم الله بالسلام، الله يسلم عليهم، الله يتصلي عليهم، تقول لا ادعى ادعى على ما عاد انسان ولو ادعى. وفي الحديث أن الرحمة تأتي يوم القيامة فتقول: اللهم صل وسلم وطعم لطعامي. أيها الأخوة، إذا كان هناك مسابقات وجوائز فهذا شهر مسابقات في أعمالها وأعمال الطاعة لنيل الجوائز الربانية، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون. هذا عندي جوائز بين السابق، جوائز الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. وأدرك جائزة الرب في الحديث، يعني يوم العيد إذا أتى الإنسان الصيام على كماله وتمامه صلاته وكذا، كما في الحديث الذي قد سمعناه في بعض ما تقدم من الليالي، فأن في آخر رمضان نقول هذا بجائزة الرب. هذا جائزة الرب هي أعظم جائزة يفوز بها الإنسان. السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، كلهم من الأولين وقليل.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وأن لا يجعلنا من القسم الآخر الذي قال فيه وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. نعم قال السموم حر نار ينبض إلى الإنسان سميه سموم ينبض إلى الإنسان من الجسم وحميم قال الماء الحار المتناهي في حره وظل من يحموم الظل قال الدخان الأسود وقيل جبل في جهنم من نار. نعم لا تعرف الملائكه انهم كانوا قبل ذلك مترابين على السبب وكانوا يصرون على الحد العظيم الاصرار. نعوذ بالله من الاصرار المداومه قال المعصيه اذا انسان مسافر هذا قلنا التوبه ضروريه لنا جميعا نتوب الى الله في هذا الشهر. الاصرار هو المداومه على المعصيه. نسال الله الكريم رب العرش العظيم أنا تقبل منا ومنكم صيام وصلاة وصلاة ودعاء وما تقدر الله به إليه في هذا الشهر العظيم وفي غيره المشهور وأنعمنا على أداء شكري وذكري وحسن عبادتي. اللهم إنا نسألك بفضل رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذنب والفوز في الجنة والنجاة من النار. واجعلنا يا الله من ذكائك وبركائك ومن جزائك في هذا الشهر العظيم. وارزقنا حب محمد وال محمد وعلم محمد وال محمد وتوفنا على مله محمد وال محمد انك ارحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.